بما ان ده السلاح الوحيد، ايه الحاجات السلبيه اللي ممكن الزمالك يتداركها في مباراه الاهلي؟ هو محمود قال نقطه مهمه، تغطيه الجناحين مع الازرق. انا بقى اشوف كمان مع التغطيه دي في مشكله كبيره جدا عند الزمالك في الترحيل ما بين لعيبه الوسط عشان تغطي على، يعني الزمالك بيلعب 4-3-3 في ثلاثي خط وسط، المفروض حتى لو الجناح ما عملش دوره الدفاعي ممكن وسط الملعب المساند اللي ناحيه الكوره بيبقى فيه عمليه ترحيل دايما ان هو يغطي المساحه دي، ده ما بيحصلش في نادي الزمالك خالص. الثلاثي الوسط ملتزم بوسط الملعب تماما، فالزمالك بيتضرب من الاطراف بشكل متكرر بشكل كبير جدا. كمان الزمالك عنده مشكله في التغطيه العكسيه من الظهير العكسي، دايما بيبقى فيه مساحه وراه كبيره جدا جدا، لان دايما سواء حمزه المسلوسي او الناحيه الثانيه محمد عبد الشافي او احمد فتوح بيضموا للعمق زياده عن اللزوم شويه. لو عرضنا الحالات بتاعت الزمالك يلا هنشوف قد ايه دايما بيبقى فيه موقف 2-1 من لعيبه الخصم على الزمالك في الهجمه، ودايما بيبقى فيه مساحه الناحيه الثانيه كمان في التغطيه العكسيه زي ما احنا شايفين معانا. بص التغطيه الناحيه الثانيه كريم، فيه 2 من لعيبه الداخليه رايحين من غير رقابه اي لاعب منهم، لا لعيبه وسط الملعب عاملين التغطيه ولا والمسلوسي زي ما احنا شايفين داخل للعمق جدا، ففي مساحه في ظهره. الكره دي اتلعبت عرضيه وصلت لحد اخر واحد على الارض وكانت فرصة هدف محقق للداخلية. لو رحنا للكرة اللي بعديها دي نقطة قوة الأهلي كمان يا إبراهيم، إن دايما موجود ظهير أو جناح عكسي موجود دايما زيادة العددية، إن دايما النادي الأهلي بيتخش بأربعة وخمسة جوه الصندوق بالظبط. هنا في الحالة اللي زي دي شايفين لاعب الوسط وحمزة المسلوسي واقفين الاتنين قريبين جدا جدا من بعض وسايبين المساحة اللي جنبهم فاضية خالص، زي ما احنا بنقول مفيش ترحيل مناسب إن لاعب الوسط يقدر يعوض الجناح اللي ما بيرجعش دون، فهم يرحلوا مع بعض. في اتنين لعيبة واقفين فعلا يعني جنب بعض جنب بعض. لو الكرة اتلعبت كمان لو كملنا الهجمة دي يعني نكمل الصورة اللي بعديها، الكرة وصلت للاعب، بص الناحية العكسية اللي احنا بنتكلم فيها كريم، اللاعب الداخلية منطلق فاضي خالص، الكرة لو اتلعبت له كرة عرضية خلاص فرصة هدف محقق للداخلية بعديها برضو. احنا ده برضو مع فريق لسه صاعد، مع فريق برضو مش من الفرق الكبيرة واللي نقدر نتكلم عنها. هنا برضو في قصاد الداخلية موقف 2-1 صريح جدا زي ما احنا شايفين، إمام عاشور واقف في نص الملعب ما بيرحلش مع الظهير اللي معاه. اللي بعده الكرة اللي بعديها نفس كورة نفس السيناريو، كورة برضو 2-1 اللاعب الوسط ما بيسندش معاه. اللي بعده في ماتش أسوان 2-1 برضو لاعب الوسط موجود في نص الملعب ما بيروحش يغطي معاه المساحة دي. بعد كده بعد اللي بعديها في الكورة اهي، بص اللاعب دخل للعمق حمزة المسلوسي دخل معاه، طب فين لاعب الوسط اللي يستلمه منه؟ ما فيش لاعب وسط بيستلم، حمزه المسلوسي بيدخل مع الجناح بتاعه لحد العمق، ما فيش من لاعب بيسلم لاعب وهو يفضل متمركز في مكانه، لا بيخرج من مكانه، فبتفضل المساحه اللي وراه، فبالزمالك بيتضرب من الاطراف. فبالتالي الزمالك كل مشاكله بالنسبه لي دفاعيا في الاطراف، لان ثلاثي الوسط بيفضل ملتزم بعمق الملعب بس ما بيقومش بالتغطيه زي ما محمود قال، الجناحين ما بيقوموش بالتغطيه الدفاعيه. هل ده بسبب تعليمات من فيرير عشان التحولات السريعه، ولا هم تكاسل منهم ان هم ما بيرجعوش؟ لكن حتى لو تكاسل منهم خط الوسط يقدر يرحل ويقدر يحصل التسليم وتسلم ما بين الظهير وخط الوسط، اللاعب لما يخش في العمق الظهير ما يسيبش مكانه ويقدر يحل المشكله دي، خصوصا ان في زياده عدديه دايما لاعب في وسط الملعب ان هم ثلاثه واقفين في نص الملعب، ده ما بيحصلش خالص. ومعانا اخر حاله زي ما احنا شايفين في 2 هنا واقفين لوحدهم والناحيه الثانيه في لاعب فاضي خالص، مفيش اي رقابه لا من هنا ولا من هنا. ابراهيم انا بس في ملاحظه بس على كل اللقطات اللي جابها ابراهيم، هو في تجرؤ كبير جدا على نادي الزمالك لان احنا بنشوف فرقتين صاعدين من الدوري في 6 لعيبه في مناطق نادي الزمالك، ده ما بيحصلش ليه؟ لان ده فكر فريق لازم تضغط عشان احسن حاجه اللي انت تدافع بيها انت تضغط لقدام. انا اسف معلش عاوز بس اقول لك على مشكله صغيره جدا. لا بسرعه معايا 10 ثواني. لا 10 ثواني. عدم وجود باك ليفت، عدم وجود باك ليفت ممكن يعمل مشكله كبيره جدا هجوميا عند نادي الزمالك، وده اللي بان وتاثيره في الماتشين اللي فاتوا، فلازم يشوفوا حل في الاداره دي. واعتقد مفاجاه فيريرا ممكن تكون في السوبر سوري في ماتش الديربي ان هو يرجع تاني لطريقته 3-4-3 او 3-5 وغالبا هيعمل كده.